محمد فوزي بكار، فنان مسرح عرايس، بصمم وبصنع وبخرج وبقدم عروض مسرح عرايس مختلفة زي عرايس الماريونات، الهاند بوبيت، البيج ماوث، القفاز وهكذا. بشتغل في تصميم وصناعة العرايس بقالي تقريبا حوالي 15 سنة. كل نوع من أنواع العرايس ليه تقنياته، ليه أساليب التحريك المختلفة الخاصة بيه والخامات الخاصة بيه، كمان في تصنيع العرايس وتصميم العرايس والدوبلاج كمان. فكل نوع مستقل بذاته، في حاجات معينة مشتركة، سواء وخاصة في الدوبلاج أو الأداء الصوتي الخاص بكل شخصية. بس لازم يبقى في بعض الفروق الفردية في بعض، في طريقة حركة العروسة، في كمان شكل العروسة، وكمان في فروق ما بين عروسة المسرح وعروسة التصوير أو الكاميرا أو التلفزيون أو السينما. العروسة بتمر بمجموعة من المراحل، بداية من الفكرة، فكرة العروسة احنا هنعمل، ودي بتيجي من خلال السكريبت او النص المسرحي اللي احنا هنعمله. وبعد كده مرحلة التصميم، وبعد كده بندخل على مرحلة التنفيذ، بناخد بقى كل جزء في العروسة على حدة بيتصمم، وبعد كده يتصنع كل جزء لوحده، بعد كده مرحلة تصميم وتنفيذ الأزياء، بعد كده مرحلة الألوان والإكسسوارات، بعد كده آخر مرحلة اللي هي مرحلة تصميم وتنفيذ ميزان التحريك وتركيب الخيوط. فنون العرائس وخاصة عرائس الماريونات لها جذور تاريخية في كل الحضارات، مش في المصرية القديمة بس، على مر العصور، على مر الحضارات. بس كل فن، كل حضارة كانت تستخدم فنون العرائس بما يناسبها أو بما يخدم هذه الحضارة. زمان كان لها بعض الاستخدامات تابعة للطقوس الدينية، ومع مرور الوقت ومرور الزمن بدأ يتطور استخدام العرايس في بعض الحضارات، زي استخدامها كلعبة، زي حاجة ترفيهية للأطفال، حاجة مرورا وصولا بالعصر الحديث مثلا في الدولة الفاطمية. مثلا في مصر، نتكلم في مصر، بدأوا يستخدموا فنون العرايس في وخاصة عروسة الأراجوز في النقد الأحوال الاجتماعية والمشاكسة وهكذا. الشخصية دي كانت بتلعب دور ست فاطمة عيد، بس بنعمل لها صيانة خفيفة، كان في خيط اتفك. ايه بقى، ايه نحرك العروسة؟ أول حاجة لازم نتأكد إن الميزان مظبوط وموزون، خط مستقيم بالعرض، والخيوط كل خيط نازل في مكانه مظبوط وإيه ومشدود. وطبعا من أهم الشروط إن أنا لازم أحصل على حركة مظبوطة، إن لازم العروسة يا دوب تبقى لامسة الأرض، ما ينفعش تبقى تطير، وفي نفس الوقت الخيوط كلها مشدودة زي ما قلنا، ما ينفعش مثلا تبقى عاملة كده. وطبعا الأداء التعبيري أو الأداء الحركي بيكون طبقا للنص المسرحي، يعني مش بنشتغل كده وخلاص، كل حاجة تبقى محسوبة على المسرح أو على حسب الشو اللي احنا هنقدمه. العروسة هتمشي كام خطوة، وبعد كده تبص يمين تبص شمال، كل الحاجات دي بتبقى محسوبة. من أهم العروض الحمد لله بفضل الله شاركت فيها على مدار السنين اللي فاتت، أنا كنت برضو الحمد لله كنت مدير فني مسرح السائل العرايس، ومن ضمن العروض اللي الواحد بيتشرف نشارك في صناعتها أو في تنفيذها عرض أم كلثوم تعود من جديد. الحمد لله العرض ده لاقى إقبال جماهيري كويس، وكمان مستمر عروضه من 15 سنة حتى هذا الوقت.
الخميس الأول من كل شهر زي ما أم كلثوم كانت بتعمل، بالإضافة للعروض الخاصة. كمان من أهم العروض حاليا، آخر عروض اللي شاركت فيها كان عرض علي بابا والأربعين حرامي على من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية في مسرح البالون.